نعم، اتباع السلف الصالح هذه مسألة مهمة. ولذلك أعجبتني كلمة كانت مؤثرة قالها الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، وهو يتناقشه بعض العلماء في المنطقة التي كان يشتغل فيها، قال أحمدت النقاش حماي بيناتنا، فقالوا لي أنت تتبع في النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع في الشافعي؟ أصبح أنت السؤال كيف يطرح؟ تتبع في النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع في الشافعي؟ هذا شو يقول؟ قال لهم نتبع في النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، لكن كما فهمها الشافعي. إيه أنت بعدك عليها، بعدك على الحديث وعن السنة يعني ألف وكذا، 1400 عام، وهدكم ما كان بيناتهم 50 60 عام وتسعين ومية وكذا، تجي أنت في آخر الدنيا بتفهم خلاف ما فهموه. ولذلك الذي يتبع مالكا معناها يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كذلك. وهدهم أقطاب الأئمة الأربعة بالذات يعني، وما شاكلهم حتى اللي اندثرت مذاهبهم، ما هوش ناس عاديين هدهم. ولذلك يعني كان المجتهدون كثرة كاثرة، فهؤلاء الذين بقوا وبقيت مذاهبهم وخدمت، معناها تصوروا يعني آلاف كانوا من المجتهدين، وهذا من الفضل منهم هؤلاء الأربعة الذين تتبعهم الأمة. هذا تبيننا معناها أن فعلا مكانتهم ومكانة علمهم واجتهادهم يعني ما هم ناس عاديين أبداً.